How much are you massaging per hour? 150 pounds. 50 pounds? Yeah. That's good. So I need that. Okay, fine. Yeah. We have a class here, you can go and change. Okay. Thank you. Hello, sir. She's okay. Yeah, how are you? I'm fine. Can you face down? Okay. Because it's in there, Catherine Vicencio. I mean, Gabriel Lotuko. About I can jam to Mafizol al Bisaidana. For Hajal Quays, Fikan Abuna, Wahit Min Hawaii Min America, Wajam Mafik Rainu, Uder Deribun Massage. فكان جاء اختارنا واحد من الناس ده فيجا دربنا مساج ده في 2013 فهسا حاليا مساج ده ابي اجي سايدنا وانا اقدر سايد نفسه تاي وحتى انا اقدر سايد اسره انا بتبرى كمان انا بسايد اسره حتى انا كمان يعني مساج ده بسايد حتى ناس عندهم مشكله في جسم كانت تقشر وجع وبيساعد وانا بيقدر علي ناس يعني دي حاجه كمان مهم شديد انا جاي انا بشتغل يعني انا بساعد الناس انا بحل مشكله الناس عندهم وجع في جسم فدي حاجه انا جاي المساج دي كويس خالص فوق انا مرات بحب من المساج من صوان كالس ليه شديد لأنه نسوين كتير يعني مساج تقولي قو مساج تمون قرص بصورة صحيح ليه لأنه جسم تمون لين يعني مساج تبرا بصورة يلا أكتر حاجة نقولي قو رجال يعني جسم تمون قوي شديد مساج تو يعني بالنسبة لنا أنا بيعمل برا لأن أنا جامد بقوة كله ليه لأنه يعني جسم ده قوي خالص يعني حصلت مرة كان في زول جا وزول عنده صحة تمام يعني ما شاء الله هو طويل فزول لي زمان عينه ده دور تاعي وكان يعني لو شوية وكان ما دارين كده نعمل مساج بالذات لو لكن ما دمو عارفين ده دور تاعي وري له ده دور تاعي انا اعمل له ففي نهاية جا كم حي يعني تراكم جسم تاكي سكر لكن انت عندك قوة ما شاء الله يعني قال مساج ده 100 100 فدي هو حاجة دائما مرات يعني عادي أنا بقدر أعمل زوج سمين دادي لكن بكون بقوة شديد يعني هو بيكون على سقوة تاني مرات أنا مستعد بقدر أعمل 5 كلاين في يوم ورابط ورابط حتى كان 6 ذاته انا كان جيت منا انه كان سكيورتي كويس انا بقدر فتى محلت انا ده حتى لغنا بيشغل لغايه بليل حتى لغايه الساعه 10 بليل لانه في اوقات المسيحيه دي او زمن الكلاينتس بقدر جا لانه مرجع من شغل جسم بقى حاك مو بقدر جا لنا في محل مساجيني في تقريبا 4 لاين في جسم في دحريني 4 لاين دي لازم انت بعمله ببوين بوين دي تبي رول يعني انت جي رولو في رولينج يلا في بريش يو رول انا برول وانا ببريشو زيدي ده سكيدا دي اس دي بريشر انا جي رولو خلاص واسا كده انا جي بريش
أصله كان يوم منه ما يندو زباين أصلاً جي أسر مالنا شديد لأنه نمرة واحد دفع محل بيكون مشكلة لنا محلنا جاجر اثنين زور لنا جيبو الجيش كان مالنا دير دفع مهيته أصلاً هو دير مهيه دير مهيه ولازم قروش لنا الشغل كان في بسيط لنا بدفع مرات لنا بيرجع ساكت في بيت أنا بعرف أنا بدأ في ساعة كم وكم في كم دقيقة يلا لغات كم دقيقة من ساعة كم لساعة كم أنا لازم بتي وأنا بياري لأنه مسجل لازم تبي عين نصا لأن كانت ما عين نصا تبي جام برا من زمان طبعا ما مزوج وان شاء الله انا بكون مزوجة ان شاء الله لكن ذاته انا طبعا جي فكر لانه مساجد انا دي ذاته sometimes ما دي رزول حملة يعني كان قال في حصل مثلا ايريس ولا في دور حيمي الفوق وفي جينا يعني هو سافر انا عشان دور بقدر اعمل مساج يعني هو ممنوع ذاته لمرة الحملة يعملوا مساج يعني حتى ممنوع لمرة الحملة عشان بعمل مساج لزور إلا مات بعد كان ولادة وبعد ولادة ده بيكون إلا بعد 3 شهر أو بعد 6 شهور يعني طب زول بقدر ننزل عشان بعمل مساج يعني ذاته جي فكرة خير أنا مرة في جوزي لأن أنا بيجي استفيد خالص من قريش لأن كان أعرف جوزه أنا متأكد في حاجات كتير أنا ما بقدر أشكى شغله لأن أنا فعلا أحب شغله خالص شديد شديد لكن طبعا عشان ده جزء من حياة يعني لازم أنا بقدر رافي إيرس Yes, sir. Yes. How do you feel? My massage is finished. Is it okay? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay. Bye. خلاص يا جماعة سلامكم ها. كويس كويس. كمجرين بكرة كويس. يلا مسكين. يلا الله معكم. يلا.
انا بعرف هاي بس انت جات كوبري يلا دورا قدام شويه في الشارع شارع الرميال تاري كده لهي ما يوري في جامع سكر كده مسلمين هناك بس بتنا مولا سيك بجامع ده كويس اوكي هاي كمسار فاهم تفهم توصيف ده هاي كمسار جو بكم كمسار جو 15 مالي اخوي جروزه ما كتير ها تو بقدر ناقصه 10 جنيه كده 10 جنيه هاي انا بس 10 بالمناسبه عم بيساعد ادارهكم خلاص